مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده. النهارده هنتكلم عن يهوذا الاسخريوطي. احنا عملنا حلقه قبل كده، النهارده هنكمل معاكم. يهوذا هل هو هيخلص لانه تاب وندم؟ وايه حكايه يهوذا بالظبط؟ ده في ناس بتقول عليه قديس، القديس يهوذا الاسخريوطي. معقوله؟ اه بيقولوا عليه كده. طب ليه بيقولوا عليه كده؟ تعالوا نسمع قداسة البابا شنودة الثالث، هل يهوذا هيخلص ولا لا؟ بعد الحاجات اللي عملها، بعد الخيانة اللي عملها دي، هل هو هيخلص مدام هو تاب وندم؟ هنعرف الحتة دي، علشان برضو الكيلو والقال على السوشيال ميديا احنا مش عايزين نضلل الناس بمعلومات خاطئة، احنا عايزين نفكر في الشخصية دي تحديدا. بما اننا في اسبوع الالام، شخصية يهوذا الناس كلها يعني عايزين يعملوا لحد دلوقتي قديس. قديس ازاي؟ قديس ازاي؟ بيقولوا خلاص ما هو تاب وندم يبقى قديس. مش هو تاب وندم وشنق نفسه؟ شنق نفسه؟ حاجات كتيرة جدا حول شخصية يهوذا. ناس كانت بتقول تناول، احنا فسرنا قبل كده لا ما تناولش. خلي بالكم يا جماعة، يهوذا الاسخريوطي لم يتناول اطلاقا، وانا حطيتها لكم في الحلقة السابقة. النهاردة هنتكلم برضو عن يهوذا، لان الشخصية دي الشخصية الوحيدة اللي سلمت السيد المسيح وباعته ب30 من الفضة، تمن رخيص قوي. واحنا بنقول لحد الان وكم من يهوذا في حياتنا. يهوذا ممكن يعني مش شرط ان هي خيانة صديق، لا، الخيانة دي بتكون اشكال كتيرة قوي. والخيانة لما بتكون من اقرب، يعني يهوذا ده كان تلميذ السيد المسيح، هو اللي كان مختاره، كان اختيار الهي، بس سقط في هذا الاختيار. ليه؟ لانه ما كملش، ما عرفش يكمل. الشيطان دخل قلبه، استولى عليه. عشان كده احنا بنقول ان الخيانة دايما بتيجي من اقرب واحد ليك، حد مش متوقع. لا، هي دايما بتيجي من اقرب واحد ليك. احنا بنقول اهو يهوذا كان تلميذ السيد المسيح، وفي اكتر من كده كان ماشي معاه وبياكل معاه وبيشرب معاه وبينام معاه وكل حاجه معاه. ده كان مسلمه، هو اللي كان واخد الخزنه، هو اللي كان ماسك الخزنه بتاعه فلوس المحتاجين، وكان بيسرق منها، والسيد المسيح كان عارف وسايبه. فخلي بالكم يا جماعه، كان صابر عليه كمان يعني عشان يتوب. لما كان لحد اخر وقت ما كانش بيفكر في التوبه، كان مستمر. اكل معاه في الفصح، غمس معاه في اللقمه واكل معاه في الفصح، لكن ده مش تناول. التناول اللي هو العشاء الرباني، لكن ده مش تناول. الفصح غير التناول، غير العشاء الرباني. احنا فسرنا الحته دي. تعالوا بقى نشوف في الحلقه دي هل هو هيخلص بعد التوبه بتاعته والندم ولا لا. تعالوا نسمع. في سؤال تاني كان قدمه واحد، سؤال تاني، هل كان ممكنا المغفرة ليهوذا؟ المغفرة ليهوذا على اعتبار انه ندم، ومن شدة ندمه قتل نفسه. شدة ندمه قتل نفسه. في الحقيقة الكتاب ما بيقولش ان يهوذا يخلص ابدا مهما ندم. ياه، الحقيقة ان الكتاب قال ان يهوذا لم يخلص ابدا مهما ندم. مهما ندم يهوذا مش هيخلص ابدا. نكمل. بل ان السيد المسيح في مناجاته للاب في يوحنا 17، مناجاته للاب في يوحنا 17، قال للاب: الذين اعطيتني لم يهلك منهم احد إلا ابن الهلاك. إلا ابن الهلاك. فسمى يهوذا ابن الهلاك. فسمى يهوذا ابن الهلاك. ياه، سمى يهوذا ابن الهلاك. نخلي بالنا يا جماعة من الحاجات الصغيرة دي، لأن هي دي الإجابة بتاعت السؤال. هي دي الإجابة بتاعت السؤال. نكمل. والسيد المسيح أثناء المحاكمة، ايوه اثناء المحاكمه، في كلامه مع بيلاطس قال له: لذلك الذي اسلمني اليك دينونته اعظم. ياه، دينونته اعظم. اللي اسلمني اليك دينونته اعظم. اللي سلمني اليك، ما هو مين اللي سلمه؟ يهوذا. دينونته اعظم، دينونته اعظم. نكمل. يعني اتكلم عن يهوذا انها تكون ليه
دينونة أعظم. بل إن السيد المسيح قال ما هو أصعب من هذا عن مسلمة. عن مسلمة. كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. ياه، لو لم يولد. كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. قصده على يهوذا، يعني هياخد دينونة أعظم، يعني يا ريته ما اتولد، يعني حاجات كتيرة جدا مش هيخلص. بقى فين الخلاص ده؟ هيجيبه منين الخلاص ده؟ هو مجرد ان هو ندم خلاص؟ لا لا لا، ده عمل جرم كبير جدا. نكمل. ونلاحظ ان بطرس الرسول بطرس في اعمال الرسل اصحاح واحد لما اعلن على التلاميذ ان درجة يهوذا الرسولية قد انتهت. ياه، درجته انتهت ويجب اقامة واحد تاني. صح. قال لهم كان ينبغي ان يتم المكتوب الذي سبق الروح القدس فقال بفم داود. فقال ايه؟ قال لانه مكتوب في سفر المزامير، مكتوب في سفر المزامير، لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر، وفي إحدى الترجمات يأخذ أسقفيته آخر. يأخذ أسقفيته آخر. واتكلم كلام كتير صعب على يهوذا. كلام كتير صعب. يهوذا يمثل الخيانة. يهوذا يمثل الخيانة. يعني الناس الذين أخطأوا عن ضعف غفر لهم. الناس اللي هم يعني أخطأوا عن ضعف غفر لهم، لكن ده أخطأ عن ضعف؟ ده أخطأ عن ضعف؟ يهوذا أخطأ عن ضعف؟ نكمل. يعني إيه بقى؟ زي ما نقول لما تجيلنا مشاكل من بره، مشاكل من بره أهي تحتمل، تحتمل، لكن لما تيجي مشاكل من جوه الكنيسة، مشاكل من جوه الكنيسة، من أولادنا يخونوا الكنيسة، يبقى ده شيء مش مقبول أبدا. يخونوا الكنيسة شيء مش مقبول أبدا. من لا ننسى أنه مات قاتل. بصوا يا جماعة، لما تيجي مشاكل من بره تحتمل، يعني أنت عارف عدوك مين، أنت عارف المشاكل اللي هي الخارجية دي، لكن بقى لما تبقى المشاكل من الداخل، الخيانة من الداخل، الخيانة من الإكريروس مثلا، تبقى الخيانة من الداخل، تبقى صعبة جدا، بتبقى لا تحتمل. مشاكل من جوه الكنيسة، من أولادنا، هما دول اللي بيخونوا الكنيسة، يا تبقى حاجة كبيرة قوي، حاجة لا تختفر، تبقى حاجة كبيرة قوي. شوفوا شبهها ازاي. في مشاكل من بره، من بره دي ممكن نحتملها لان احنا عارفين اللي من بره دي بتيجي ازاي، لكن المشاكل الداخلية تبقى صعبة. نكمل. كمان لا ننسى انه مات قاتل نفس. مات قاتل نفس. صح. مات قاتل نفس. مات قاتل ولا نفس. ولا قتل يدخلون ملكوت السماوات. ولا قتل يدخلون ملكوت السماوات. هو قتل نفسه، يعني شنق نفسه. يهوذا ما ايه ما شنق نفسه، قتل نفسه. هو في حد بينتحر مثلا بيدخل ملكوت السماوات؟ لا، مش هيدخل ملكوت السماوات. قتل نفس، يعني الروح دي بتاعت ربنا، هو اللي بياخدها، لكن انت اللي عملتها، انت اللي عملتها بايدك، انت اللي خدتها بايدك. حاجه صعبه جدا. قتل نفس. مات قاتل نفس، اللي هو يهوذا. مات قاتل نفس، قتل نفسه. دي كانت الاجابه باختصار. هل يهوذا هيخلص؟ لا. هل بعد الكلام اللي انت سمعته ده كله هيبقى قديس؟ بأمره ايه هيبقى قديس؟ يعني الناس اللي هم المستنيرين العلمانيين، اللي هم انصار جورج حبيب بباوي، انصار الاب متى المسكين، اللي عاملين يهوذا قديس على السوشيال ميديا، قديس باماره ايه؟ ادونا اماره بس كده واحده يا جماعه، انتوا بس بتضللوا الناس بايه؟ ده قاتل نفس، واحد شنق نفسه، هيدخل ملكوت السماوات ازاي؟ هي الكنيسه بتصلي على المنتحرين؟ لا طبعا. كده اكون خلصت
الحلقة بتاعت النهاردة احنا بس بنوضح بعض الأمور عن شخصية يهوذا الإسخريوطي. ماذا فعل؟ وإيه كانت نهايته؟ وهل هو كان هيخلص؟ احنا جاوبنا على الحاجتين، هل هو كان هيخلص؟ لا. هل هو قديس؟ لا. هل هو تناول؟ لا. ثلاث حاجات اهم يا جماعة احنا جاوبنا عليهم. فخلي بالكم يا جماعة من المعلومات الخاطئة اللي على السوشيال ميديا، خلي مصدركم واحد. طبعا قداسة البابا شنودة الثالث بيوضح من الكتاب المقدس، ما بيجيبش حاجة من عنده يعني ده يهوذا الإسخريوطي يعني وضح بالآيات بالشواهد، ما جابش حاجة من عنده. عشان بس الناس اللي بتقول بالتفسيرات، لا ده مش تفسيرات من عنده، ده بيوضح الكتاب المقدس. شرح يعني مفيش اكتر من بابا شنودة يشرح لنا ويوضح لنا. صراحة انا بحب تفسيراته لان هو بيبسط المعلومة، بيديها لك كده تاخدها وانت مطمن، لانه بيشرح لك، بيديك اقناع، بيشرح لك من الكتاب المقدس. مش هيقعد بقى يلف ويدور على حاجة اصلا ويفهمك معلومة خاطئة. عمرك ما تاخد معلومة من البابا شنودة معلومة خاطئة، عمرك، لانه بيفسر من الكتاب المقدس، بيجيب لك ايات، بيجيب لك شواهد، بيقنعك بالمعلومة، مش هيجيب لك حاجه غلط عمره ما، لانك انت كمان لو انت بحثت وراها تلاقي المعلومه اللي قالها صح، ان هو مش بيجيب حاجه من عنده، هو عمره ما جاب حاجه من عنده. مش زي بقى الجماعه التانيين اللي يقعدوا يجيب لك كتب غربيه وكتب فيها بدع وهرطقات ويقول لك ده شوف كان بيقول ايه، ده شوف الترجمه الفلانيه كانت بتقول ايه. لا، ده انتوا فهمتوها غلط، ده الترجمه دي بتقول ان يهوذا تناول زي الاب مات المسكين. يهوذا ما تناولش، يهوذا فصح، اكل معاهم الفصح، لكن تناول لا، تناول لا، الفسح العادي غمس في الفسح العادي، لكن تناول لا، ففي فرق. لا، راح استخدم لك الاولانيه على كانها تناول. فشوفوا التضليل وصل لحد فين. فخلي بالكم يا جماعه من كل معلومه انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا، دوروا وابحثوا، مش عيب انك تدور وتبحث، بس ما تاخدش المعلومه خاطئه، ما تعملش شير لمعلومه خاطئه على السوشيال ميديا، ده هيبقى بقى عيب عليك انت لما تعمل شير على طول من غير ما تبحث وراه ايا كان مين اللي بيقولها. ابحث وراه، انا مش بقولك ما تبحث، ابحث وراه. ما اقتنعتش بالمعلومة دي، شوف من مصدر تاني، شوف من مصدر تاني لحد ما تعرف الصح فين والغلط فين. ما تاخدش المعلومة كده وتشير وهي معلومة خاطئة. مش معنى ان قال ان هو اتناول، طب على اي اساس؟ ده انا جبتلك كذا مصدر اهو. يلا اشوفكم على الف خير، تحياتي، اشوفكم في حاجة جديدة.